السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على عملية التهيئة تاع الشاطئ برج الكيفان، ونشوفوا الأشغال هذه وين وصلت، حيث أنه فيه أشغال من ناحية باطو كاسي باتجاه برج البحري حتى العين طايا، فيه أشغال نتاع التهيئة نتاع الشاطئ، التهيئة الساحلية نتاع الشاطئ. نخليكم مع الفيديو إن شاء الله، والسلام عليكم. إذن هنا لاحظ أنه الأشغال راهي في بدايتها، فيه عملية تاع وضع الصخور، عملية تاع لونجمون للحفاظ على الساحل. ونحن الآن متواجدين بمنطقة فيرتريف، ما يسمى فيرتريف، الساحل الأخضر الواقعة ببلدية برج الكيفان. نشاهد أنه الأشغال راهي هذا وين يعني في بدايتها، واللي تهيئت هذا الشاطئ وتوسيعه ليصبح حوالي الآن يعني الشريط هذا، يعني حملة التوسيعة حوالي على حسب ما نشوف فيها حوالي 15 أو 20 متر نتاع التوسيعة. وهذا التهيئة سوف تخص، هي في الحقيقة تخص كل خليج الجزائر من منطقة الميناء والصابلات إلى حدود منطقة تمن فوست بما يسمى لابيروس. كل هذا الشاطئ سوف يتم تهيئته، و يعني يكون تكون فيه ان سورت دو بروموناد، بروموناد ان شاء الله تكون فيها مراعاة العملية تاع التخضير فيرديسمون والتشجير، تكون فيها شريط، يكون شريط نباتي على طول الساحل، فيه اشجار، يكون فيه اشجار تاع نخيل ولا اشجار اخرى واشنطنية او اي نوع من الاشجار التي تليق وتتأقلم مع الجو الساحلي القريب من البحر. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.